عيد الأضحى بأسبوع سجلوا تراجع نسبة إقبال التوانسة على شراء العلوش والأسعار تصل إلى 1300 دينار تقريبا. ذلك اللي خلى الإقبال ضعيف، وهذا بطبيعة بسبب الأسعار، الأسعار اللي تزايدت من ناحية على خاطر العلفة، من ناحية برشا مشاكل اللي حكينا فيهم الفترة اللي فاتت. باش ناخذوا كل التفاصيل على جزئين، باش نسمعوا مع بعضنا روبورتاج نتاعنا، ومن بعد يكون معنا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. هات نبداو بالروبورتاج. بالنسبة لعدة الزيام ما فيش قبل برشا، علاش؟ خاطر على الشهيد من الغلاء، غلاء من الدولة. الدولة هذه نرموها الباطل قرد اللي كانت عام الأول ب 12,000 ب 13,000 سنة 37، العلفة اللي كانت ب 35 صبحت 70 دب عادي، معناتها باش العلوش يكون تاع عام الأول ب 450 سنة ب 800 عادي جدا. العلفة غالية شكلت الشهير 70,000، بالت القرد 27,000، الأخبار شوية شوية الناس معناها الف غالي شكلت الشعير ناخذ بها ب 70,000 وب 80,000، علاش يقولوا حتى 15% رخيص؟ نعم 15% يتفجع يعرف ضربة واحدة مع الشعير. الأسهم مرتفعة وربي إن شاء الله يرخص لنا الأسهم. الأسهم غالية برشا، الكيلو ب 70,000 عند 80 عند الزهر ب 40 وب 35 ب 70,000 زيد ريش العلوش 1,400,000 1,200,000 ياسر 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 17% مازالت هي هذه فهمت ولا؟ سعودي غالي فوت القيمة فوت الحساب فهمت ولا؟ باللي ياخذوا علف وكل شيء ديما غالي. اللي ما عندوش ما يضحيش طوال غلاء التلف نشتي سمرينا بالضبط. العلوش 250 دينار زاد 250 دينار لا بالحساب 250 دينار ياسر ياسر مالين ضحيش. تذمر كبير كبير برشا من تجار المواشي من ضعف الأقبال على شراء المواطنين الأضاحي، بطبيعة زاد المواطنين بسبب الظروف الاجتماعية واللي الاقتصادية اللي مر بها المواطن التونسي. مش الناس كل الحقيقة باش تقدر على العلوش السنة. معنا عضو مجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري سي أنيس خربيش. صباح خير ونهارك زين. اهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكافة المستمعين وشكرا على الاستضافة. يعيشك سي أنيس. دونك فما نقص في الإقبال على شراء الأضاحي السنة؟ صحيح والله، هذايا ما لاحظناه بالأخص في الأسبوع الأخير. فما نقص كبير على الإقبال، بالرغم اللي إنه العرض موجود، معناها كما شاهدتوا أنتم حتى يمكن في الريبورتاج وفي عديد النقاط البيع العلوش موجود الحمد لله، معناه متوفر، وكما قلنا نحن داخل الاتحاد التونسي في الحصى البحري لانه مش تكون متوفرات بين المليون مليون ومئتين الف راس، الا انه الاقبال مازال لحد الان ضئيل جدا، وهذا هي راجع كما قلت انتوما معناه لغلاء الاسعار. اليوم العلوش قاعد يتراوح من 750 الى 1,300,000 في اكثر حالات. الاسعار تعتبر غاليه، هذا هي بحكم كلفه الانتاج. خلينا نكون واضحين، يوم كلفة الانتاج ارتفعت بحكم التغيرات المناخية، نقص الأعلاف الخضراء، معناه ما فيناش علفة خضراء، زيادة المشتة في أعلاف المركبة، يعني تعرفوا من الحرب الروسية الأوكرانية إلى يومنا هذا فما 40% زيادة في الأعلاف المركبة، وكذلك نقص كبير في الأعلاف المدعمة، معناه من مادة الشعير المدعم والسداري المدعم. اليوم هناش قاعدة توصل في أكثر حالات 40% من الكميات المبرمجة شهريا لصغار الفلاحين. هذه الكل عوامل أدت لأنه ارتفعت كلفة الإنتاج ووصلت لحوالي 17 دينار الكيلو حي. نحن فما نقاط اليوم بيع من المنتج المستهلك، فما نقاط فيهم بالميزان الكيلو ب 17,800، هذا معناه على الأقل فمنا هامش ربح متاع 5% للفلاحة. خاطر اليوم الفلاح زيدا ما ينجمش يبيع أرخص من هكاكا، مالوغوزمو معناها ماهيش حاجة اللي يقدر عليها هو الفلاح، ما ينجمش يرخص أكثر من هكا. نجمو نعطيو شوية أرقام نسبة تراجع الإقبال مثلا، والأسعار كيفاش كانت كيفاش وليت؟ نحن هذي قلناه حتى قبل، قلنا ياو صحيح البلاد تطلب حوالي 1,600,000 علوش معناها في عيد الأضحى، لكن نتوقع لأنه المتوفرات اللي عندنا مش تكفي، يعني مش يكون فما تراجع
نتاع 400,000 علوش مقارنة بالسنة الماضية. وفي نفس الوقت اليوم ارتفعت الأسعار بحوالي 20%. نحن عملنا وبعنا الكيلو حي ب 14,900، السنين ب 17,800، يعني 20% فقط الفارق نتاع الأسعار. بالرغم كما قلت لكم لأنه فما بعض المواد نتاع الأعلاف المركبة خاصة زادت لحدود 40%. صحيح كلفة الإنتاج هي اللي اليوم خلات معناها أرهقت كاهن الفلاح وخلات عليه مديونية كبيرة وكل شيء، وفي نفس الوقت أرهقت معناها الشاري الوكال المستهلك اللي ما عادش يخلط يتفرج في العلوش وبرا. سي أنيس، لكن فما من عادات التونسي ساعات ليلة العيد يهبط يشري العلوش، خاصة الناس اللي ما عندهش بلاصة وين تحط، فما إمكانية وأنه يخلي لآخر دقيقة. صحيح، نحن تبعنا حتى الأرقام في السنوات الماضية ديما من 30 إلى 35% من البيوعات تكون في النهارين 3 أيام الأخرين. إكزاكتومون. صحيح. أما خلينا نكون واضحين، مقارنة بالسنة الماضية معناها 10 أيام قبل العيد كان ثم إقبال سنين حصول إقبال برشا، لأنه الأسعار صحيح غالية. ينجم السعر يزيد يتيح هكا نهار نهارين قبل العيد؟ والله ينجم، للأمانة ينجم، إنه يوم اليوم الفلاحة عنده شيكات على رقبته، عنده يولي يقول لك خنبيع خير من كل شيء. للأسف هذا يوم الفلاح كي يتفرر ومش يبيع بالخسارة ومش يخرج من الدورة الاقتصادية، مش نلقاه معناها القطيع اللازم للسنوات القادمة. إن شاء الله شوية منا وإن شاء الله معناها نحاول نتعديه، والظروف الصعبة هذه واللي كان عندها بالأخص التغيرات المناخية عندها تأثير سلبي ياسر معناها على سواء الفلاح ولا المستهلك. شكرا ليك، يعطيك الصحة على كل هذه المعطيات. أنيس خربيش، عضو مجلس المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. في وقته طيب، باش نمشيو للاتصال السياسي، باش نمشيو مع مدام